دلوقتي احنا واقفين في ارض المعارض عند معرض كرم العمدة القديم عند مسجد شهداء الاقصى. هتدخلي من الشارع اللي جنب كرم العمدة القديم هتلاقي معرض السماح اهو قدامك على طول، هتفضلي ماشية هتلاقيه على ايدك الشمال. عايزة اقول لكم المكان سهل جدا ما يتوهش، انت بتركبي عربية من المؤسسة بتنزلي ارض المعارض عند مسجد شهداء الاقصى. ارض المعارض يا جماعة عند مسجد شهداء الاقصى امام كافيتيريا محمد رجب خلف معرض كرم العمدة القديم، علشان ما ننساش وما نتوهش من بعض. انا مصوره لكم المكان وان شاء الله الفيديو هيعجبكم، انا مصوره لكم كذا فيديو هناك، الشغل هيعجبكم، اسعاره حلوه قوي، والشغل عايزه اقول لكم بجد على الطبيعه احلى واحلى. مساء الخير، منورين. انا جيت بقى عند اوضه الاطفال لقيت برضو في تشكيله حلوه قوي، انا مش عارفه ده قشره افريقي ولا ده اللي قلت لي عليه. انا بحب الشغل ده قوي ما شاء الله، وفي كده ماتشنج ما بين الالوان وبعضها جامده جدا. عندنا تشكيل حلو برضو، سمع اسعار حلوه قوي. بس عايزين نقول للناس احنا فين. احنا في طنان في ارض المعارض، معرضنا اسمه معرض السماح. طنان دي بلد طبعا محافظه القليوبيه. تمام. اللي جاي لي من المؤسسه شبرا الخيمه. ايوه. ده مستشفى النيل بيركب عربيات طنان بتجيبه لحد ارض المعارض. بيسال على كافيتيريا محمد رجب. احنا وصلنا كافيتيريا محمد رجب، معرضنا اسمه السماح. ايوه. خلف معرض كرم العمده القديم. تمام، حلو قوي. هسيب لكم اللوكيشن برضو علشان اللي مش هيعرف يوصل ابعت لي اللوكيشن عشان يسيبوا للناس، لو حد جايب عربيه يبقى التواصل سهل. عندنا شحن، عندنا شحن لجميع المحافظات داخل وخارج مصر، وعندنا توصيل كمان لاي حد في مصر. تمام، حلو قوي. التوصيل بيختلف شويه عن الشحن، ان الشحن بتبقى كميات كبيره بتروح لحضرتك ولفلان ولعلان عن طريق مكتب شحن، لكن حاجتك من خلال التوصيل بيجي لك بعربيه لحد باب بيتك. تمام، طيب نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. هنبدا من فين بقى في الحلويات دي؟ عندنا تشكيله من الاوض الشبابي اللي هي بعيده تماما عن شغل الاطفال في الملونات اللي هي الكيتي والتيتي. ايوه، دي اللي بتعيش معانا اصلا. فالتشكيله الشبابي بيبقى عمرها الافتراضي اطول. اوضتك في الوقت الحالي عباره عن اوضه بديله لاوضه نومك لاصدقائك ومعارفه. ولادك لما بيكبروا ما بتضطرش تغير اوضه، هي اوضه بالظبط. وخشب كمان، معنى الكلام ده ان احنا بنتكلم في خشب، ولادك لما يكبروا يعني هم مش هيفضلوا على طول اطفال. المقام الاول لان تبقى الاوضه عندنا عملي اكتر. فادينا حضرتك قوائم وقواعد وحلي وقواشيب زي محمر مبخر روماني زي ما كنا شغالين في اوضه النوم الكبير. تمام ما شاء الله. قواعد دي كلها ارفف. واللي تحت الحلي بتاعه الدرف والقواشيب بتاعه الارفف كلها زي محمر مبخر روماني. زي ما اتعودنا ان اكتر حاجه بتعنينا في الاوضه الظهر، عشان العروسه لما بتفرش هدوم الظهر بيفتح. ايوه. عشان ما يفتحش احنا شغالين في اوضتنا بقلكاش زي المربع. ده قبلكاش السير المربع. تمام. بص عليه حضرتك اهو. ما شاء الله. تمام؟ تمام. وده مقدار بيقيمه كويس قوي. قبلكاش ده لما جينا نعمله في ظهر الاوضه كبسناه على مكبس حراري فبقى كده. بسم الله ما شاء الله. تمام. نقطة الجدول. كويله في جنب الدولاب. تمام؟ دهان مط على القشره الارو او القشره الافريقي. مكان جرار ايطالي اهو. بسم الله. تمام. مرايه مشطوفه بالليزر. عن طريق الكمبيوتر. ايوه. دعمنا الكلام من خلال ديكوريشن بدوكوميتاليك مع القشره الارض. تمام ما شاء الله، عايز اقول لكم ماتشنج ما بين الالوان وبعضها والذوق نفسه تحفه. تقسيم الدولاب هذا وحده ارفف عباره عن ثلاث رف يمين الدولاب. ايوه. وعباره عن رف وشماعه في شمال الدولاب. يبقى مع الاوضه هنا في رف. دي اللي في خد بتاعت السرير. تمام. واللي دي ده الدولاب اللي هو قد ايه؟ متر ونص؟ متر وخمسين. متر وخمسين سم. دي اكتر حاجه تعمل مكان. لما تيجي تقيم اوضه بتقيمها من خلال الفخد اللي قدام حضرتك ده. هنا حشو الداخلي للاوضه وين السؤال؟ السؤال 8 سم. وده ما شاء الله. اوضتي عباره عن سرير ده بتاعها؟ حلو قوي، ده تحسه جلد على فكره. هو زار كده حلو قوي ما شاء الله. تمام. كومودينو اهو. ده متر و20 سرير، والدولاب متر و50 سنتي، والكومود بيركب له المرايه دي، بيتحط عليه البرواز. جميل ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا سريرين والدولاب والكومود بيبقى ما بين السريرين. حلو قوي ما شاء الله. طيب الاوضه القمر دي تفاصيلها ايه؟ تفاصيل بتاعتها سريرين ولا بس ايه الكومود اللي عليه برواز. ايوه. هو المكمل لشكل التسريحه بين السريرين. تمام. عرض السرير متر و20 وعرض الدولاب متر و50. حلو قوي. اوضتي كام؟ 13000. كام؟ 13000. 13000 للزبون.
احنا مش زباين، احنا اصحاب مكان بقى. والله تحت امر حضرتك. الله يخليك. ربنا يفوز تحت رجليكم. تسلم. اللي يرضيكم تحت امر حضراتكم فيه. هو بص لك يلا. 10:30 ما شاء الله، اوضه حلوه قوي بسم الله ما شاء الله، خشب وشكل وفينش، وكمان السرير بتاعها ما شاء الله محترم جدا، والكومود بالمرايه بتاعته حاجه عظمه. هنشوف ايه تاني. عروستنا اللي حابه الميكس الاولاني انا حبيت دي اول ما دخلت على فكره، على اي لون لاي شقه ما شاء الله حلو. في الاصل مكمله الديكوريشن الشقه تمشي البينك للبنات والبيبي بلو للولاد، عشان كده قلت لحضرتك ماتشنج. في الماتشنج بتاعها ولد وبنت بقى، بنت بس ولد بس، فبراحتك يعني ان شاء الله. اللي احنا كنا واخدينها في الاوضه الشبابي تمام، رف وشماعه والتاني كله ارفف. ده شكل الكومود بتاعها. اوكي، عند حضرتك بيبقى رف وشماعه الناحيه الثانيه تمام. الكومودينو وفوق السرير المتر و20 سم. حلو قوي، لو حابين السرير يبقى متر برضو في ايدينا. تمام، اديني اوردر لان الستاندرد متر و20. تمام اديني اوردر. الكومود بتاعها اللي هو جوه اللي احنا شفناه. وبمرايه برضو صح؟ ايوه تمام. حط عليه الفريم بتاع جواز المرايه. تمام، عشان يكمل شكل التصليحه بين السريرين. عملنا الكلام كتدعيم اكتر من خلال مرايه في الدولاب، عشان تديني شكل جمالي وتدي وسع اكبر. ووسع بالظبط، المرايات في المكان بتوسع. طب بكام بقى الاوضه القمر دي؟ 11:30 ماشي. وبعدين بعد الخصم بتاعنا؟ ما خلاص هي لا ده انا كنت هجي لك. لا خلاص خليني مع استاذ وحيد خلاص. تحت امر حضرتك. تسلم. ب 10:30 10:30 تمام، حلو قوي بسم الله ما شاء الله. خدوا بالكم من اختلاف الدرجات بين الموديلات وبعضها، عندنا تشكيله حلوه قوي. ايه بقى دي؟ ايوه نيو مودرن اسلامي. ناس حابه شغل شبابي في نفس الوقت، هو واخدها باعتبار انها حضور اطفال، مش عايزه اطفال صريح، مش عايزه شباب صريح. فدينا الميكس بتاع النيو مودرن. اجي لك؟ النيو مودرن الاسلامي من احسن خصوماتنا. الله، تحس انه سرير كبير اصلا ما شاء الله. تمام، حلو قوي. بننجز بالجلد المقلوب. تمام، مع الفريم الاسلامي. تمام، دهان دوكو ميتاليك ودهان ترخيم. ده ترخيم، واخد بال حضرتك، للدوكو الميتاليك ما شاء الله. دهان الترخيم مكمل ديكوريشن مع القشره الحاره. بس انا مش عارف من الاسود، واخد بال حضرتك، عشان اكمل بيها ديكوريشن الارضيه الجراي اللي احنا طعمناها اصلا في تنجيز السرير. بالظبط كده، ديزاين من احدى استثماراتنا في النيو مودرن الاسلامي 2023. تمام، قوايم مواعيد حلو وبسيط، كان احمر مبخر وماني سول، ارفف ثلاث ارفف. ايوه دي مفتوحه عشان هم عاملين حسابهم برضه للشغل بروباجندا. انا هطلع هنا كده. أيوة. اعمل كده. والله انا يا جماعه مش بحب كده، بس القصه ان النجار في المقام الاول حابب يطمن على خامه. والله طمنت حضرتك من خلال زم احمر مبخر رمادي مخروط، من خلال كويله في جنب الدولاب، من خلال اي بلان بابلكاش مربع ما شاء الله. تمام، ده كده سرير كومود. سريرين طبعا. كومود، الكومود عليه بالواس، هو التصليح اللي بين السريرين. ده شكل الكومود بتاعها، نفس المقبض. وادي الدرج بتاع حضرتك. ايوه الدرج ببوسه زان وتنجيد الجلد القطيفه بالقشر الافريقي اللي هو غلمات الشفاف. تمام ما شاء الله، حلو قوي. كام بقى الاوضه القمر دي؟ 14,000. وبعد الخصم بتاعنا؟ بعد الخصم بتاعنا 11:30. ما لحقتش اروح للاستاذ وحيد. الاستاذ محمود. تمام. طيب هنشوف ايه تاني معانا، انا شايفه لسه في حلويات. الاسلامي اللي قدام حضرتك ديزاين تاني، ديزاين النيو مودرن الاسلامي. لعلم حضرتك احدث تصميماتنا في المودرن سواء الايطالي او التركي في 2023 معظمها نيو مودرن اسلامي. حاجه زي الديزاين اللي قدام حضرتك اللي احنا صورناه في الاول اللي كان في المقبض. تمام، ديزاين زي اللي قدام حضرتك ده، ديزاين زي اللي قدام حضرتك ده كمان. دي ديزاين زي النيو مودرن الاسلامي. الميزه في الشغل ده المقابض خشب برده على فكره، بتبقى حلوه قوي، مدياله شياكه. انا كده كده بدي العريس والعروسه المقابض بتاعتها. هو حر، عايز يركبه زي ما هو عايز، شايف شكل الدولاب كده هيبقى شيء سيمبل وشيك اكتر من ان انا احط له المقبض. تمام، انا رايح حضرتك. انا بس عايزك تركزي لي على الحته دي، النعومه اللي في الجرار. ما تسمعش مثلا الصوت من مكان في الجرار. تمام، ادي اهي ما شاء الله القشره بتاعت حضرتك، قشره ارو. تمام، دهان مط شفاف على القشره الارو، تطعيم ستانلس، تزعيم اللي هو شغل الاكريليك. حضرتك تمام ما شاء الله، ده مكمله للديزاين بتاع جامده جدا. عايزه اقول لك ما شاء الله الديزاين نفسه. طيب ده اللي حضرتك جنبناه من ده الدولاب، ده الدولاب وده السرير بتاعها.
تمام؟ وعرض الكمود زي ما احنا اتعودنا ان الكمود بيبقى عليه برواز ويبقى هو التسريحه اللي بين السريرين. الدرج بتاع حضرتك المنجم بالجلد القطيفه ما شاء الله تمام؟ والرجول الزمن المخروط ما شاء الله جامده جدا حلوه قوي ذوقها راقي قوي اللون بتاعها شيك. والسعر بقى نيجي للسعر اقول اخر يا ريت احنا لسه المشوار طويل 11000 11000 ده لينا صح كده؟ تمام هنشوف ايه تاني؟ اللي ورا حضرتك ديت اللي احنا لسه جايبينها. بص يا جماعه المقابض بتاعتها خشب والاسلام اللي قال عليها هناك برده كانت المقابض بتاعتها خشب. ديزاين ثالث دي لونها تحفه. ده بتاع ايه؟ ايه؟ ده بتاع اللي معاك؟ السرير سريرها تحفه لونه جديد قوي. لونه منت كده قمر بس واخد تكعيبه مع القماشه بتاعته سيزر كده قمر. وبصوا الدولاب برده وده اسمه بترخيم واخد بال حضرتك اللي هي التكعيبه اللي انا بقول عليها. ايوه شغل التكعيبه او بيسموه عش الدنان عش النحل عش النحل برده تنظيفها سهل على فكره. ايوه من خلال بطانه فانيلا فوتر ايا كان بتمسحي بيه. هو خد دوكم ميتاليك عشان يبقى سهل في تنظيفه. الفريم الاسلامي اللي قدام حضرتك بطل الجرار اللي طالع من غير صوت فعلا. بسم الله ما شاء الله. ده درج عشان ادوات الله حلو قوي. ده للاطفال كمان عاملين درج متقسم في نفس الوقت. ده حضرتك الدرج المنجد بسم الله ما شاء الله. بصوا شكل الكمود. اعرفي حضرتك ان انا في الاصل شغل في الاطفال يعتبر تجاري. يعني ايه تجاري؟ عندي كميه سحب كبيره ومعظمها للتجار. فعشان كده تلاقيني في معظم الاحيان مش مقفل اوضتي. معروف ان يمين الجراب ثلاثه رفع كده حضرتك شرف وشماعه. الجراب الله ينور على حضرتك تمام. نفس القصه هتلاقيها هنا زي ما هي متقفله كده زي ما موجوده عند حضرتك الناحيه الثانيه. تمام بصوا يا جماعه ثلاثه رف تمام. والناحيه بتاعت شمال الجراب بتبقى رف وشماعه. طبعا مش بيبقى موجود الحاجات دي عشان دي اللي في خات. ده بالظبط كل اوضه جواها مشتملاتها 4 سم ما شاء الله. بصوا اهو فخد السرير 4 سم الاماكن السمراء يتفرج على كل حاجه صح والله. انا مش محتاج ان انا اكلمه في خامه عشان كده بقول هاتي لي شيخ النجارين ينورني وانا بسم الله ما شاء الله. طب الاوضه دي والاوضه دي ايه النظام؟ اللي تعجبك في الاثنين بدل 12500 ايوه بقى 10500. حلو قوي الله يبارك لك. شايفين يا جماعه بجد في اذواق احلى من كده. حاجه عظمه حاجه حلوه قوي قوي بسم الله ما شاء الله محترمه. اعملي سكرين الاوضه اللي عاجباكي وتواصلي معاهم على الواتساب. الارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع معرض السماح. طيب خلينا اقول للسرير ده تبع الدولاب اللي احنا شفناه دلوقتي صح؟ تمام بصوا حلو قوي بسم الله ما شاء الله. ده ايه بقى اللي انت جبتها؟ القمر نجوم بقى بصوا تحسوها عامله زي فروزن كده من هنا. من ضمن تصميماتها في المودرن التركي نت 2023 كابتنيه منقوش. الله ينور عليك. كابتنيه منقوش عشان تكمل ديكوريشن لاي شقه في الوقت الحالي باعتبار العروسه بتدور على شغل الملونات تمام؟ عايز الملونات بقى في المنت جرين في البيبي بلو في التركواز في الجنزري في الكشمير ايا كان اللون اللي حضرتك عايزاه. موجود مرايه في ميه تمام. موجود فريم اسلامي تكمله ديكوريشن. ايوه استرس اللي موجود قدام حضرتك فريش سريري تمام. اتفرج على الديكوريشن يشرف معرض بيتك حلو قوي. الشرق فين؟ مع دوكم ايطالي اشرق عرف مع دوكم ايطالي والتنجيد المنقوش والتنجيد المنقوش على يمين حضرتك اهو. ده الكمود دور طبعا الكومود دي مرايه زي ما احنا متفقين. دي مرايه ثلاث ارفف وال تمام. هم هنا اربعه ارفف اهو. ده كده المفروض ان هو متشال بس مقصود كلامي زي ما قلت لحضرتك ان انا في القصد عامل عرض مش مقفل ثلاث ارفف ورف وشماعه كبيره تمام حلو قوي. ثلاث ارفف الرف الاخير هنا بيبقى في المكان ده فهمت تمام. من احدث تصميماتنا في النيو مودرن الايطالي في 2023 برضه الديزاين اللي قدام حضرتك ده اللي هو واخد ايه ميكس اسلامي مع حفر الخشب. بصوا عامل زي الجوهره من فوق كده يعني الله ينور عليك. مع النيو مودرن التركي هي اسمها الجوهره. السريرين بتوع اللي قدام حضرتك الكومود بتاعها ده ادي دور صوت عوضه كبيره اصلا ادي دور وليه تفاصيل حلوه تمام. وبيجي عليها البرواز بتاعها مقبض خشب زي ما قدام اوضه فيها شغل بس بشياكه يعني عايز اقول لكم حلوه. بصوا درفه الدولاب لما بتتفتح الجوهره ثابته مكانها الجوهره ثابته وسمك الرف محترم. بصوا 4 سم سمك الرف محترم بسم الله ما شاء الله. كاش سهم مربع واخد بال حضرتك ده اللي يشرف معرض بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك الله يبارك لك يا استاذ وحيد. طيب الاوضه القمر دي بقى كام؟ والله دي غالية مش حاجة تغلى علينا بس الأستاذ محمود هو اللي لازم تدلع على عليها يعني لازم تدلع على المتابعين طبعا. أوضتي ب 14000 ده لينا ولا ليكوا هي وقد وزنها فلوس تحت رجليكوا. الله يخليك تسلم والله المعرض هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ ب 11500. أيوة بقى أيوة بقى عندنا ايه تاني هنشوفه؟ سكرين يا جماعه لو عجبكم على طول بجد والله اكبر. الاوضه حلوه قوي ومحترمه جدا فيها شغل استراس كده
ماشي. عايزه اقول لكم ما شاء الله تحفه، والسرير برده فيه شغل كابوتوني، والكومود بتاعه عظمه حلو قوي. طيب هنشوف ايه تاني؟ اتفضل. لاحظ حضرتك ان احنا في تكمله تصميماتنا في 2023 كان عندنا معظمه في النيو مودرن الاسلامي، والنيو مودرن الاسلامي علشان نشتغل فيه كنيو مودرن صريح لازم لنا تطعيمات من خلال الدهانات، لازم لنا تطعيمات من خلال ديكوريشن، لازم لنا تطعيمات من خلال الاكسسوارز اللي بتتحط في الاوضه عشان اكمل شكل جمالي لاي شقه في الوقت الحالي. تمام. كل ده مع شغل القش الافريقي، وده حضرتك اللي خدت النط الشفاف على القش الافريقي. زي ما عرفنا ان تقسيمه الدولاب بتبقى رف شماعه على شمال الدولاب. ايوه. هنا بيبقى فيه رف امام فاضي قدام حضرتك اساس للنجار. الدولاب بتبقى واحده بقف في عباره عن ثلاثه رف. تمام. بس هنا التقسيمه مختلفه. احنا هنا عكسيا. الله ينور على حضرتك. تمام. الرجول بتاعت الكومود بتاعي زي ما فوق، والكومود نفسه بيتحط عليه مرايه، فبيبقى هو التسريحه اللي بين السريرين. بصوا تمام كمان الشغل اللي هنا، الخشب اللي هنا زي ما انتم شايفين منقوش كده. عايز اقول لكم بجد تحفه. هنا واخد دهان اسمه الدهان الترخيم او الدهان المرخم. اه حضرتك عشان يكمل. طبعا ده موجود في الكومود هنا وموجود. أيوة. كمان في ظهر السرير. تمام. الاوضه دي بكام؟ ب 13000. 13000 للمتابعين؟ 10. استاذ محمود يعني بص بقى اقول له وحيد واقول لك محمود. والله فوق راس عايز تدمجي الاثنين عشان تعمل لك الخط. طيب يا حضرتك دي قلنا كم؟ 10 10 500. تمام حلو قوي. عروسه حابه شغل النيو مودرن الاسلامي من خلال الله. بصوا شغل الشبابي بالوان شويه الوقت الحالي اللي هي الجنزاري والبترولي والبيبي بلو والكلام ده كله. ايوه. ده بيفرق مع حضرتك شويه ان بيكمل شكل جمالي اعلى. سرير حضرتك 4 سم زان احمر مبخر روماني سيرف، واخد تنجيد سيزر بلون البيبي بلو. تمام. الكود بتاع اللي قدام حضرتك ده ده طبعا بمرايه. طعمناه بالمرايه وشطفناها بالليزر وكمان الفريم الاسلامي والدهان المقطع القشره ما شاء الله. يا رب تعالى الدهانات بتاعتها اهي ما شاء الله باينه حاجه محترمه. 2 3 تمام. الكمونه قدام حضرتك اهي محفوره في قلب الجنب. ايوه تمام. ده عشان يتحمل الرف ويتحمل ايا كان اللي عليه. تمام. وشمال الدولاب بيبقى رف وشماعه. تمام تمام. للمره الثانيه كامل اعتذاري لعدم امكانيه العرض. اوبشن 13000. ايه احنا بقى ما خلاص انا اتعودت منك بسعرين مش عايز تجيب لي من الاخر. هو لازم يعرفنا يا جماعه ان هو عامل لنا خصم وواجب. والله لا يعني عارفه مدام القصه ان في الوقت الحالي ارتفاع اسعار الخامات مش مخلينا نعرف نعمل كميات كتير. وان عشان نعمل عليها عروض اسعار وصلت فيعلم ربنا السعر اللي بقوله لحضرتك ما هو الا كرامه لتشريفك مع ربنا. الله يخليك تسلم. في الوقت حته ان انا ما ينفعش تطلبي خصم وما يتعملش. تسلم الله يخليك ربنا يخليك. اعلى واغلى ديزاين في معرض احدث تصميمات على جولد بقى في الالترا مودرن في نت 2023. الاوضه دي بيتصمم منها كبير على فكره تحفه دي. بيسموها الاوضه الكاربيتشر. تمام. موجود منها اوضه نوم وموجود منها اوضه سفره. دي زاويه الدولاب اوضه الاطفال بتاعتها. دهان التشريح على القشره الارض. تمام. يعني ايه؟ يعني القشره الارو بيتعمل لها شغل تسليخ واخد بال حضرتك، وبعد كده بتدهن فبيبان لك القشره خشنه وبتبان طبيعه الثمره نفسها بتاعه الديزاين. تمام. واخد بال حضرتك؟ تقسيم الدولابها الرف والشماعه على الشمال. ده بقى الجواز بتاع الكومود. تمام. طالع من الباب على جنب عشان نجيب شباك السرير الصغير اللي خد ده احمر مبخر الله ده مملوكي اهو. يبقى كده الشباك الصغير واخد بال حضرتك يا جماعه ده حاجه ملوكي اللي من خلاله دعمنا الكلام ده في رجل الكومود. تمام اهي واخد بال حضرتك ده ظهر السرير بتاعنا. الله ينور على حضرتك. عايز اقول لكم اوضه سيمبل شيك فيها شغل بس على الهادي حلو قوي ما شاء الله. شغلها في الخشب منه فيه كشغل هاند ميد في زان احمر مبخر رومالي ما خلاش الدنيا اوفر قوي قد ما خلاها سيمبل وشيك قوي. الدرج بتاعها اللي قدام حضرتك منجد جلد لطيفه ما شاء الله. تمام. والسرير نفسه منجد طبعا. حبيتي تغيري لون سيزر. السرير براحتك خالص زي ما زي ما احنا عارفين رف رف كله درفه كلها ارفف ودرفه رف وشماعه. تمام. كام بقى الاوضه القمر دي؟ بتعمل 15000. ولينا والله غاليه مدام شيماء لان هو الدهان الجولد اوكي يعني الشامبين جولد. لا بغض النظر عن الشامبين جولد كقوائم وقواعد وحلي وقواشيط تعتبر من اعلى درجات الزان الاحمر المبخر الموجوده عندنا. تمام. كابلكاش سير مربع يعتبر من اعلى انواع درجات السير المربع مصنع 14
تمام. معروف عند اي نجار ان مصنع 14 اعلى نوع درجات الابلكاش السين. شغل الزان الحفر في الخشب اللي قدام حضرتك معلم الكارت ديزاين، كذلك الامر بالنسبه لشغل التشريح اللي موجود هنا في الظرف عشان نديله ازاز مشطوف، ده معلم الكارت ديزاين. تمام انا مستنيه. 12 ونص. بسم الله ما شاء الله، بجد اوضه محترمه حلوه قوي قوي قوي، بسم الله ما شاء الله. عندنا اوضه تاني نشوفها. عندي بقى ديزاينز اللي قدام حضرتك، سواء البيبي بلو اللي على يمينك او البيبي بلو اللي في الوش. تمام. ودي برضه من ضمن الالوان بتوع 2023، اعتمد في المقام الاول لتكنيك الديكوريشن والديزاين اللي عرفنا وعاصرتنا، اعتمد ان انا من خلال ستاره وسجاده مع حته مع ارضيه يتفرش الديزاين عندك بشكل جمالي اعلى. تمام. ده اللي قدام حضرتك ده كده. تمام. دي للناس اللي مهتمين بشغل الشبابي. بصوا يا جماعه الاوضه في ماتشنج ما بين المط واللي بيلمع، يعني اللون البيبي بلو ده كده بيلمع دوكو فورم، صح كده؟ الله ينور عليك. البيبي بلو دهان دوكو ميتاليك مع القش في الارض. تمام. والاوف وايت كمان مط شفاف على القش الارض. عايز اقول ان دي تعتبر برده زي مقابض، لان بصي انت اهو بتزقي من هنا لهنا واخده بطول الدولاب ما شاء الله. احنا برضو بندي العريس المقابض بتاعته، هو عايز يركب يركب، مش عايز يركب. سرير اللي قدام حضرتك بالكمود بتاعه بيركب عليه البلوز طبعا. ما شاء الله. وكل السراير معانا متر و20، حابه تخليهم متر برضو براحتك خالص. وبالنسبه للاوضه دي احنا شفنا الدولاب السيت اهو، البيبي بلو مع البيج او اللي هو الكافيه والله حضرتك، في نفس الوقت اديناك الفريم اللي هو مدي على موف، مدي على كشمير، مدي على بينك. تمام. عشان اكمل اي لون اي شقه في الوقت الحالي، فتمشي معايا اولادي وبناتي. تمام. فاهم ازاي؟ فاهم. البتاع اللي قدام حضرتك بالكل الزان المخروط اللي كان موجود في معظم اوضه النوم بتاعتنا. تمام. السرير بتاعي 4 سم كان احمر مبخر. على فكره السمك ده موجود في تقريبا كل السراير اللي هنا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تمام. الشماعه على الشمال وواجهه الارفف على يمين الدولاب. تمام ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حضرتك في الاثنين الاوضتين الاثنين اي واحده فيهم ب 10 ونص. حلو قوي يا جماعه، الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع معرض السماح. ما شاء الله دي ليها شغل مختلف وليها لون كده. ايه لونها ايه؟ مودرن اسلامي او نيو مودرن اسلامي، برضه من ضمن تصميماتنا في النيو مودرن الاسلامي. الكلام اتعمل في الديزاين نفسه عن طريق زان احمر مبخر وماني في قوايم وقواعد وحلي وقواشيط. واخد بال حضرتك؟ تمام. ده هنا برضه. الفريم ده معمول عن طريق راوتر. تمام. واخد بال حضرتك؟ عريسنا ليه الاحقيه او عروستنا لها الاحقيه ان هي تخليه، فبالتالي بنثبته لها او انها تشيله عشان مش مديها شكل جمالي حلو. هي يا اما تخليه على لون الجري اللي تحت، يا اما تحط عليه الشغل. الله ينور على حضرتك. بايدينا عشان يعني. كده بنقول حته الكلام ده في اي اوضه؟ اي ديزاين ايا كان، زي ما رايح حضرتك. تمام. حابه تغير الشبك ده بنسميه احنا الشبك. الشبك ده انا عايز اغيره، عايز اعمله بينك، عايز اعمله موف، عايز اعمله جري، عايز اعمله مش عارف على حسب ما هي بتحب. عايزه تشيليه خالص برده براحتك. ادي الدولاب ناحيه ارفف وناحيه رف وشماعه. هنا معكوسه برده. تمام. والناحيه الثانيه رف وشماعه. تمام. فاهم ازاي؟ اهو يبقى البرواز اللي بيتحط على الكومود. تمام. ده الكومود بتاعه. طبعا الكومود بمرايه والرجلين مفتوحه. بص اهو ده الدرج بتاعها اللي قدام حضرتك. تمام كده اهو. هنا جد جدا لطيفه. بصوا الرجلين اللي هي المفتوحه الحلوه. وادي السرير بتاعنا. كام بقى الاوضه القمر دي؟ بتعمل 11500. 11500. عايزه اقول لكم بجد النهارده العروض حلوه قوي. موديلات الاوض بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جامده جدا. تسلم يا استاذ وحيد. أفضل. الله يبارك لك. عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله التشكيله حلوه. اوعدك لما تيجي تلاقي تشكيله قمر برده، تلاقي في شغل كتير هيعجبك، هتلاقي الشغل بتاعنا وعليه كمان شغل اكتر. بجد الفيديو كان مميز جدا وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.